عودة إلى دوري روشن، مشاعرك وشعورك في هذا التأهل؟ وش بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعب 10 شهور. أعتقد الخبر والمنطقة الشرقية تستاهل عودة كبير الشرقية القادسية لمكانها الطبيعي. مجرد فترة وعدت، الحمد لله القادم بيكون أفضل بنادي القادسية إن شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر، الصعود والحصول على البطولة كان هدف ومشروع من النادي وإدارة النادي من بداية الموسم، وهذا العمل ما هو إلا ثمرة الجهد المتواصل من بداية الموسم. اللهم لك الحمد والشكر، فرحة كبيرة لأهل الخبر، للمنطقة الشرقية كاملة بعودة فريق كبير بحجم نادي القادسية إلى مكانه الطبيعي. الحمد لله، حنا بداية الموسم من أول معسكر لنا كنا حاطين هدف الصعود، والدعم اللي حصلنا عليه من أرامكو كان هدف صعب، بس مع الشغل والعمل من المجموعة كاملة قدرنا نحققه الحمد لله، وصراحة فرحة ما توصف. أشكر جميع الأجهزة الفنية والإدارية عاملين في النادي من أول يوم في المعسكر إلى يعني باقي جولتين. بداية الموسم كانت في صعوبة بالنسبة لنا، تعرف كاريو وفييت ولعيبة كبار، كانت في صعوبة شوي في المواصلات اللي هي طيران، زحمة في المطار. أرامكو ما قصر، طيارات خاصة، هذا عمل يشكرون عليه. بعدين شفنا السهولة، شفنا الراحة. والله شوف، دوري الدرجة الأولى دوري متقلب، ممكن من تونا حسنا بالشعور الصدق اليوم، لأن أنت عارف دوري الدرجة الأولى متقلب، مباريات تفوز مباريات تتعطل، نتائج تختلف. أقول لك أنا يعني واحد من الناس اليوم تأكد رسمي صعود قادسية. الآن نجدد عملنا بإذن الله في الدوري الممتاز بشكل أقوى بإذن الله.